سولي كيف؟ السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وبصحة جيدة. هذه الرقدة جديدة تاع كريستيانو. بدي نقول لك حركة الشيطان وكذا، لا لا خوتي، ما حركة الشيطان ما والو، لا شفتوا الشيطان كيفاش يرقد انتوما، نقصروا برك. المهم اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديدة اللي هي التقارب البنكي. العام اللي فات كان محذوف، هذا الدرس مهم جدا في البكالوريا 100%، راهو في الموضوع عليه زوج نقاط مينيموم نقطة ونص. سهل جدا كيفاش ندوها، نعطيكم 100% دوكا شعبة سير اقتصاد، ما تخافوا ما والو. ومعكم خوكم عبد الفتاح، قناة مليئة بكلش، فيها كاع الاقتصاد، فيها كاع القانون، فيها كاع دروس تاع كونطابيليتي. ما عليك غير تروح للبلاي ليست، كي تدخل البلاي ليست واش عندك؟ عندك الخانة الأولى فيها تمارين شاملة، إذا كنت قاري الدروس ادخل ديريكت فيها وعاد ترتيب وبدا، باسكو اللي مرتبين لي فيديو. ولا ادخل الفصل الأول، باسكو مازلنا عايشين الفصل الأول، ادخل الفصل الأول كاين 13 فيديو فيها كاع الدروس، أبر هذا اللي ما فيهاش، غادي نزيدو لكم هاد العام. وجرد المتناوب الثاني ما فيهاش درتو في الحصة رقم 7 هاد العام، تسمى باخذو من 23، إذا ما جبتش 20 أنت بروبليم راهو فيك. حنقول لكم حاجة واحدة، ثاني اللي يقراو عندي في القسم هذا العام راح يكون اكثر من 300 واحد يجيب 20، وعد مني. واللي يقرا عندي في اليوتيوب ماذا بيا اذا سمعتوني بيان سور. هيا تبع معايا، بون قبل ما نبدا تلقى هنايا انستغرام، رانا قريب 100,000، انا دائما نقول لكم انا قريب، وقتاش نوصلوا انا 98,700. هيا ابوني انستغرام، ابونا لاشين يوتيوب، دير جام فلاشين، دير جام هنايا في الفيديو، علق تعليق شباب، طلع لي المورال باش تشوفوا تروح تسمى انت كيفاش. دوكا انت كي تشوف لا فيديو تروح معناتها ما قيمتنيش، تسمى ماكش قاعد داير لي قيمه، ماكش تحب تحفزني. يلا راني نستنى منكم التشجيعات. بسم الله نبداو درس التقارب البنكي. اول حاجه شكل الجدول تاع التقارب البنكي كيما راك تشوفوا فيه، ما يتبدلش افي، هذا الرسم اللي راك تشوف فيه وليك فاش نحفظه ما يتحفظش، الرسم مخطره، رسمه زوج ثلاثه تشفع عليه، ها وليك الشكل تاعو. دائما عندك الجهه تاع المؤسسه وعندك الجهه تاع البنك. هو المشكل أن التقارب البنكي هذا علاش نديرو حنا؟ لأنه قبل الجرد، قبل الجرد راح يصرى اختلال. علاش؟ ممكن هناك عمليات سمعت بهم المؤسسة والبنك ما سمعش بهم، أو العكس، هناك عمليات سمع بهم البنك والمؤسسة ما سمعتش. دونك نهار يصرى هذا الاختلال راح يكونوا الأرصدة ماشي متساويين. بيان سور قبل الجرد الأولي، هذا الرصيد الأولي راح يديماري ماشي كيف كيف. من بعد حنا واش نديرو؟ نديرو التقارب البنكي الرصيد النهائي اللي هو بعد الجرد، يعني الرصيد الثاني، راح نلقاوهم كيف كيف. زعما هنا يكونوا 100 وهنا 200، لازم حنا نرجعوهم 10 10، نرجعوهم دائما كيف كيف، هذا هو الهدف من الدرس. اما القيود سهل جدا، نسجلوا دائما لدى المؤسسه، باسكو حنا خدامين عند المؤسسه تو سامبلومون. هاي بسم الله نفهمكم الدرس المبدا تاعو شنو. بون اول حاجه نضرب لكم بها مثال، هي بار اكزومبل نقول لك لدينا عمليات نسميها لكم ا بي سي باريبيا، ونقول لك هاي ليك المؤسسه لونتربريز وهاي ليك لا بنك ريبيا. صح، العمليه ا، عمليه بيع، عمليه شراء، تقديم شيك، تحصيل الى اخره. نقول لك بلي هذه العمليه ا المؤسسه سمعت بها والبنك سمع بها. ستوب، عملية أ قلت لك المؤسسة سمعت بها والبنك سمع بها، اسكو العملية أ عندي مشكل معاها؟ ما عنديش مشكل. واش معناتها ما عنديش مشكل؟ معناتها المؤسسة العملية أ سجلتها عندها والبنك العملية أ سجلها عنده، دونك أ ما عنديش مشكل معاها. سو الأ ما تماركيها لهنا لهنا. قولي أوه مالوش الماركو شيخ، برافو، تساؤل ممتاز جدا. أنت باش تماركيها الأول لهنا، نهار يكون كاين اختلال، انا هنا ما عنديش اختلال، باسكو هذا اسمه المعالجه، راح تحل، راح تحل المشكل. نعاود لك، عندي ا بي سي، هذه المؤسسه وهذا البنك، خلاص؟ وقلت لك بالعمليه ا سمعت بها المؤسسه، سمع بها البنك، تسمى ا ما عنديش مشكل. دوك انا تفهمني، تبعني. العمليه بي سمع بها البنك، شوفها، العمليه بي سمع بها البنك، بصح المؤسسه ما سمعتش. قولي كيفاش ما سمعتش؟ ما يهمكش، ما يهمكش هذا لي ديطاي، تلقاهم في الكتاب، انا ما نحكيليش حكايتك، نهضر لك ديريكت هكذا تفهم ديك الدرس. العمليه بي ونقول لك باللي سمع بها البنك والمؤسسه ما سمعتش بها، ما سجلتهاش عندها ولا حاجه كيما هكذا. بما ان المؤسسه ما سمعتش بها، دونك نروحوا نماركوها عند المؤسسه. ايبا
درت لك واحد الحاجه اسمها سر الدرس، هذه ما يعطوها لكش. انا كريتها في 2020 رحت لقاها في الفيديو قديم، عندي فيديو قديم على التقارب البنكي في كورونا. درت العفسه هذه، دائما درس على التقارب البنكي اطرح زوج اسئله، شكون على باله وشكون ما على بالوش. اللي على باله خلاص ما نماركوش عنده، واللي ما على بالوش هو اللي يسجلوا عنده. ارواح كي نجي نسقسي على العمليه بي، العمليه بي اسكو ماركي هنا ولا هنا، نطرح سؤال شكون على باله شكون ما على بالوش. شكون على باله هذا سيبو على باله، ما تزيدش تقول له، ما تزيدش تقول له. تسمى اللي على باله ما كان لازم تماركيها عنده. شكون ما على بالوش هذا هو اللي لازم تماركيها عنده. تسمى اللي ما على بالوش بغيت تماركيها عنده. اي روح بي تقصيكم اخزروا الهيل العمليه بي، شكون على باله؟ البنك. تسمى البنك راهو على باله، دونك البنك ما كان لازم نقول له. شكون ما على بالوش بي؟ المؤسسه. اذا العمليه بي تجي هنا، تجي في الجهه تاع المؤسسه. اي هذه الجهه مؤسسه وهذه الجهه بنك. في اللي سيكتبوا لكم حساب البنك لدى المؤسسه ويكتبوا لكم حساب المؤسسه لدى البنك، ما كان لا لك. اكتب كما ندير لدى المؤسسه لدى البنك، يعني هذه الجهه تاع المؤسسه وهذه الجهه تاع البنك، ما يهمكش. دوك نروحوا لسي. هيا مثلا نكتب لك هنا سي، وهنايا نقول لك ما على بالوش. اسقسوا سؤال العمليه سي، شكون على باله بالعمليه سي؟ المؤسسه. شكون ما على بالوش؟ البنك. تسمى نماركوها في البنك، وهكذا نكونوا درنا التوازن او بما يسمى التقارب اي التساوي، تقارب البنكي. برافو. دوكا هذيك بعد ما فهمنا المبدا تاع الدرس واش حنديروا، ولا سقسيني هذيك موجب وسالب واش معناتها، دوك نفهمكم. هذه موجب معناتها دراهم يزيدوا اكثر، وهذه ناقص معناتها دراهم ينقصوا. المؤسسه والبنك التخمام تاعهم بالعكس، لان البنك يتعامل بالفوائد. هذا ما كان هما يقول لكم في الليسي مدين دائن، مدين دائن ماشي لازم ندير هكذا في البنك. اكتب له موجب سالب، سالب موجب علامه كامله عادي جدا. دراهم يزيدوا دراهم ينقصوا، دراهم ينقصوا دراهم يزيدوا. لازم تكون على بالكم باللي عندنا شخصان نتعاملوا معاهم، نتعاملوا مع واحد واسمه زبون، ونتعاملوا مع واحد واسمه مورد. الزبون يخلصك، بما انه الزبون يخلصك دراهمك يزيدوا. ثم وين يكون الزبون نحطوه في الزائد، وين يكون الزبون نحطوه في الزائد، لانه الزبون راح يعطيك دراهم، ثم دراهمك راح يزيدوا. المورد انت تخلصوا، المورد انت تخلصوا. ثم كي تخلص المورد اللي هو البائع، كي تخلصوا دراهمك ينقصوا. واش معناتها؟ كي نحطوا هنا مورد حينقص لنا الدراهم، كي نحطوا هنا مورد راح ينقص لنا الدراهم. خلاص هذا مبدئيا. برافو. دوك راح نعطيكم عمليات تسجل افي لدى المؤسسه، افي غير تشوفهم حطهم ما تحوش تفهم. العمليه الاولى معروفه بزاف، تحويل الزبون مبلغ معين. لكن واش معناتها تحويل الزبون مبلغ؟ وهذه كي تسمعها، كي تسمعها في التمرين حطها ديريكت هنا في المؤسسه، وبما انه زبون جي في الموجب. واش معناتها تحويل الزبون؟ كيف نسقسيكم؟ تحويل الزبون معناتها الزبون بعث لك دراهم، الزبون راح يبعث لك دراهم. برافو. تحبون ندير لكم مشهد تمثيلي؟ ندير لكم مشهد تمثيلي. هذيك المؤسسه، هذه الكوانه هي المؤسسه، وهذه الكوانه هي البنك. خلاص. وانا هو الزبون. طريب يا انا الزبون، واش حضرت؟ رحت للبنك. شوف رحت للبنك باش نبعث دراهم. عاد من رحت؟ رحت للبنك. ها انا جيت راح نحول دراهم. اول حاجه بما اني رحت عند البنك، تسمى البنك على باله؟ شكون اللي ما على بالهاش؟ المؤسسه، باسكو انا ما قلتلهاش، راح تبعث لها دراهم بلا ما نقول لها. طريب بها على بها. تحويل الزبون دائما تجي عند المؤسسه، لانه البنك على باله، باسكو انا اصلا بعت دراهم من عند البنك. باش تفهمون اصل البنك. المهم العمليه اللي موراها نقولها خدمات مصرفيه، او بين قوسين خدمات بنكيه، يعطيها لك هكذا في البنك. ولا يقدر يقول لك مصاريف مسك الحساب. هادو كاع عندهم معنى واحد. كيف علاش هذه دائما تجي في المؤسسه باينه؟ باسكو دي البنك هو اللي يديرها. اصبر سقسيك.
خدمات مصرفية أي خدمات بنكية. هاو البنك، البنك يقدم لك خدمة، تقول له شنو الخدمة اللي يقدمها لي؟ مثلا يخبي لك دراهمك عنده ولا أي حاجة، مهم أي خدمة يقدمها لك ما يهمنيش. البنك بما أنه يقدم لك خدمة، البنك على باله تسمى هذه البنك راه ماركيها عنده، شكون اللي بالك نسات ما ماركتهاش؟ المؤسسة نسات ما ماركتهاش، تسمى المؤسسة ما على بالهاش ما ماركتهاش، دونك لازم ننبهوها ونصحوا لها غلطة. تسمى خدمات مصرفية البنك هو الذي يقدمها، إذا البنك على باله. صح، اللي يقول لي خدمات مصرفية اسكو تجي في الموجب ولا تجي في السالب؟ منطق، ما تحفظش. خدمات مصرفية البنك كيقدم لك خدمة، أنت تخلصوا كتخلصوا دراهمك ينقصوا، تسمى خدمات مصرفية المبلغ تاعها يجي في السالب. بون، الزبون الكود تاعو 411، خدمات مصرفية الكود تاعها 627. نزيد لكم آخر عملية تجي في المؤسسة، نزقولها فوائد بنكية. لكن واش معناتها فوائد بنكية؟ فوائد بنكية ديجا كيقول لك كلمة فوائد، ليزانتيري، ليزانتيري وين تكريو؟ تكريو في البنك، ثم البنك على باله ربيع. إذن على بها فوائد بنكية نسجلوها عند المؤسسة، باسكو البنك صيبو أوفيسال على باله. ولكن هذه الفوائد البنكية فيها حالتين، تقدر تزيد لك دراهم، تقدر تنقص لك دراهم. تقولي هاو كيفاش هذه؟ ورينا. قادر البنك يعطي لك فايدة وقادر البنك ينحي لك فايدة. إذا قال لك فوائد بنكية لصالح المؤسسة، معناتها هنا دراهمك راح يزيدوا. إذا قال لك فوائد بنكية لصالح البنك، معناتها دراهمك راح ينقصوا. ثم أنا من الأخر كيقول لي فوائد بنكية نحطها من جهة المؤسسة دائما، ما إذا قال لي لصالح المؤسسة نديرها في الموجب، وإذا قال لي لصالح البنك نديرها في السالب. بس إذا قال لك لصالح المؤسسة ما راح يعطي لك فايدة، دراهمك يزيدوا، وإذا قال لك لصالح البنك راح ينحي لك، دونك دراهمك ينقصوا. هذه الكود تاعها 768 وهذه الكود تاعها 661. هذو من العمليات اللي يجوا في المؤسسة دائما. خلاص، دونك نحل لكم تمارين، ريح معايا، دونك نحل لكم زوج تمارين وانتم حلوا اي تمارين في العالم جيبوها صحيح. ريح مركز، اللي بقى في البنك سهلين. شوف، نعطيكم عمليه تجي في البنك بصح ما نكتبها لكمش، جاوبني بالمنطق. شوفوا، شيك شيك مينا، شيك شيك للمور العالي سلمته له المؤسسه. عاود، شيك من المورد عالي، ما يهمكش كلمة شيك ولا مورد، أسيدي شيك للزبون أحمد، استلمته المؤسسة منه، استلمته المؤسسة، تسمى المؤسسة على بالها، هي اللي استلمته، معناتها المؤسسة خلاص على بالها، مازالش تقول لها، شكون اللي ما على بالوش؟ البنك، دونك تسجل في البنك، فاهم؟ تسمى دايما تسجل عند اللي ما على بالوش، دونك كي تكون تقرا في العملية، سقسي زوج أسئلة، شكون على باله؟ شكون ما على بالوش؟ نسجل عند اللي ما على بالوش. انا عطيتك مثال واضح يجي عند البنك، مؤسسة على بالها. بون، يغني 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 يغني، كيكون يغني معناتها راح يقول لك هنا زبون او مورد، هذه الغنى اللي يغنيها لك، معناتها الاشاره يا موجب يا سالب. في الاخر واش يقول لك؟ يقول لك لم يسحب بعد، ولا يقول لك لم يرسل بعد للتحصيل، ولا يقول لك لم يظهر على الكشف. كيقول لك لم يظهر على الكشف، شغل قال لك لم يظهر عند البنك. لكن لم يسحب بعد واش معناتها؟ معناتها بار اكزومبل انت المؤسسه اعطات شيك للمورد، اعطات له شيك، قلت له روح جيب دراهمك من عند البنك، هو ما راحش عند البنك. بما انه ما راحش عند البنك، البنك ما سمعش بهذه العمليه، بما انه ما سمعش بها هو ما على بالوش، تما لازم تماركيها عنده. هذه واش معناتها لم يسحب بعد؟ معناتها مازال ما راحش جبد دراهمو من البنكه، كي مازال ما راحش للبنكه دونك البنكه ما سمعتش به، بما انه ما سمعتش به سو ما على بالهاش. خلاص، لم يسحب بعد، لم يرسل بعد التحصيل، لم يظهر على الكشف، كاع يجوا لهذا البنك. هذا هو درس كومبلي. دوكا نبداو نديرو القيود، تبع معايا. كي نجي ندير القيود خوتي، القيود كاين زوج، وجامي نسجلو هنا، جامي نسجلو لدى البنك، نسجل فقط لدى المؤسسة، فقط غير اللي جو هنا. وعندك زوج قيود، زوج قيود هادو شكون هما ليكيب؟ لي هما باغ اكزومبل دوك نقول لك دراهمك دي فوا يزيدو دي فوا ينقصو. نعاود لك، قلت لك ممنوع تسجل عند البنك باسكو نتايا
راك خدام عند المؤسسات تما البنك وشي يجي هنايا ما تسجلوش في القيود جامي جامي كي تجي دير قيد تخزر منا ياخذ ليه الراي اوفي وين تخزر دائما في الجهات تاع المؤسسه قلت لك عندك نعاود لك زوج قيود اما دراهمك كيزيدوا اما دراهمك ينقصوا كما هو موضح في القيد التالي دائما ترسم تقارب البنكي تحت ترسم هذه الزوج قيود لا سبين فيه سوا سوا ثم في البنك تحل بهذه الطريقه لاني نظمها لك انا التسجيل المحاسبي يكون فقط لدى المؤسسه يا اما دراهم يزيدوا يا اما دراهم ينقصوا دراهمنا باش يزيدوا كاين زوج سبعات يا اما يزيدوا عن طريق زبون 411 علاش يزيدوا عن طريق زبون زبون يخلصك كيخلصك دراهمك يزيدوا تسمى 512 المره الاولى علاش تزيد عن طريق زبون 411 صح زيد دراهمك علاش يزيدوا ثانيت كنت كاتبهم لكم مقبل هنا على جال فوائد كي يعطيهم لك البنك نزقولها فوائد لصالح المؤسسة الكود تاعها 768 فوائد كاين زوج فوائد فوائد لصالح المؤسسة تجي منا فوائد لصالح البنك ينحي لك دراهم تجي في القيد الدوزيان اي دراهم ما يزيدوا غير على جال هاد الزوج مستحيل كاين واحد اخرى مستحيل مثلا 411 اسمه الزبائن مثلا الزبائن عطاو لنا 5 ملايين يعني ساهموا في دراهمنا ب 5 ملايين يعني عطاو 5 ملايين دراهمك زادوا ب 5 ملايين وزعما نقولوا هذه اسمه منتوجات ماليه شكون هي منتوجات ماليه اللي هي تاع فوائد لصالح المؤسسه مثلا 3 ملايين برافو واش معناتها الهضره هذه معناتها انت يا دراهمك اونتو راح يزيدوا 8 ملايين كي تجمعهم في زوج حيزيدوا 8 ملايين وقادر ليك في الباك تجيك غير الزبائن هذه ما تجيش نورمال ثم تجي 5 ملايين منا و5 ملايين منا طيب دوكا نروحوا دراهمنا كينقصوا كاين ثلاث اسباب السبب الاول اذا جاك مورد في المؤسسه هي شوف المورد 99% يجي في البنك لحالات استثنائية يقدر يجي في المؤسسة نهار المؤسسة مثلا ما تماركيلوش كش حاجة ولا تنسى عنها ولا ايا نماركو عندها شرحت لك شكون على باله شكون ما على بالوش نروح نفيري في خوتي ولي تنخاف فيلميت فيديو كاملة وبعد مع الاخر لقيت روحي نهضر في باطل هيا تبع معايا وتقام فيديو معليش المهم بسم الله قلنا تنقص على جال المورد تسمى دراهم ينقصوا على جال المورد علاش ينقصوا على جال المورد باسكو نخلصوه دونك ينقصنا الدراهم او ينقصوا دراهمنا على جال خدمات مصرفيه كنت كاتبها لكم هنا ولا مصاريف مسك الحساب ولا خدمات بنكيه كاع عندهم معنى واحد 627 كون تاعها صح دراهمنا ينقصوا اخر سبب عكس هذه عكس 76 هذه منتوجات ماليه هذه اعباء ماليه وزيد لها نيميرو واحد شبوحي باش نبريسيزيو الاعباء الماليه دي تعمل تاع الفوائد شو هذا النيميرو واحد يشرع الفوائد فهمتوا بسكو علاش كاين بزاف اعباء ماليه مصاريف خسائر يعتبروا اعباء ماليه بصح هذا نيميرو واحد باش يبريسيزي لك تعمل يقصد بها تاع فوائد لصالح البنك 661 او 66 واحد اعباء ماليه فوائد لصالح البنك دراهمك ينقصوا هادو هما القيود خوتي وبينهم في الباك ليس بالضروره انه يجوا دائما في ثلاثه قادر في الباك تحلك غير هذه 627 قادر يطيحوا لك هادو الزوج مثلا زعما نقولوا طاحوا لك في ثلاثه هي امبوسيبل يطيحوا في ثلاثه مثلا تجيك هنا زعما ينقص لك دراهم 2 ملايين وهذا ينقص لك 3 ملايين وهذا ينقص لك 5 ملايين كي تجمعهم كاع تسمى دراهمك نقصوا كلش ب 10 ملايين انتهى الدرس ليكيب كوتي نظري دوكا نروحوا نضربوا فيها امثله ايا بسم الله نحلوا باك 2018 ها تسمى راح ندير لكم لي باك ديريكت ما عرفش نمزح كاع هاو ليك ديك با ولا لا اصبرتوا نديروا باك 2019 بعد ساعه بسم الله تبع معايا ثلاثه قبل نروحوا لميزان المراجعه شتو 512 هذا ليك 512 في ميزان المراجعه هذا 480000 اوفي دائما حساب 512 اللي يجي داخل ميزان المراجعه هو اللي يجي لدى المؤسسه هو اللي يجي
في هذه الجهه، شفت الفوقه وين كاين رصيد مدينة نمير واحد فوق 411. دائما اللي يجيك ميزان المراجعه دائما يجي في الجهه هذيك. برافو، صح، هيا نكملوا كيف كيف. ثلاثه، اظهر الكشف المرسل من طرف البنك رصيدا دائنا. كي تسمعوا رصيدا دائنا يجي منا من جهه البنك، اكتبوا التمرين ديالو كابتور. ويعود سبب الاختلاف بين الرصيدين الى ما يلي. ريبيا، السبب الاول، سجل البنك مصاريف مسك الحساب. واش معناتها مصاريف مسك الحساب؟ خدمات مصرفيه. وشرحتها لكم خدمات مصرفيه يقدمها لك البنك. ها قال لك سجل البنك، تسمى البنك على باله، شكون على بالهاش؟ مؤسسه، تسمى العمليه الاولى سجلوها في جهه المؤسسه. شيك من الزبون فاتح بمبلغ 20,000 حوله مباشرة لحساب المؤسسة دون إشعارها بذلك. يعني هذا الزبون واش راح دار؟ بعت للمؤسسة دراهم بصح ما قالهاش، تسمى المؤسسة ما على بالهاش، دونك نسجلوها في المؤسسة باش نقولوا لها. اللي بعدين، فوائد بنكية، قلت لكم دائما تجي في المؤسسة، ومن بعد نشوفوا لصالح من؟ اسكو عطالك ولا نحالك؟ قال لك لصالح البنك، تسمى نحالك دراهمك ينقصوا. شيك للمورد رياض بمبلغ 30,000 لم يقدمه للتحصيل. واش معناتها لم يقدمه للتحصيل؟ معناتها ما بعثوش للبنك، مازال ما راحش للبنك يجبد دراهمو، تسمى البنك ما على بالوش. ايا ليكيب نحلوا التمرين تاعنا، ان شاء الله تكونوا درتوا كابتور ولا كتبتوا التمرين. اول حاجه، هذه دائما يعطيها لك داخل ميزان المراجعه، تلقاها في المدينه 512. شحال طاها لنا ميزان المراجعه؟ 480,000. ها ترفد وتحط ما دعياش كاع، صح. ومن بعد الرصيد الدائن، الرصيد الدائن عطاهولي في المعطيات، قال لي رصيدا دائنا 520,000. كيف كيف ارفد وحط. اذا لاحظتوا خوتي، اذا لاحظتوا راهم ديما راهو ماشي كيف كيف، الارصده راهي مختلفه. احنا الهدف تاعنا ان نديروا التقارب البنكي، يعني نقاربوا بيناتهم ونرجعوهم متساويين. يلا اسمعوا اول عمليه، قال لك سبب الاختلاف كاين اربع عمليات. الأولى، سجل البنك، ها ها ها، سجل البنك، تسمى البنك على باله، سجل البنك مصاريف مسك الحساب، البنك على باله بهذه العملية، شكون اللي ما على بالهاش؟ المؤسسة، نكتبوا له هذيك العملية، مصاريف مسك الحساب، ليكن في علمكم، مصاريف مسك الحساب هي 627، خدمات مصرفية، لكن البنك كيقدم لك خدمة، يعني مصاريف. المؤسسة دراهمها يزيد ولا ينقصوا؟ ينقصوا باينة. شحال راح ينقصوا؟ بالمبلغ يعطاهولك 1500، وما فيهاش مجاهيل الدرس هذا، يعطي لك كلش تا ماركي برك. خلاص العملية الأولى كملنا. العملية اثنين، شيك من الزبون فاتح. كي تقرا شيك من الزبون فاتح هنا ما عندها حتى معنى، لازم تكمل. حوله مباشرة لحساب المؤسسة دون إشعارها بذلك. هاوليك زبوني هو أنا. واش درت؟ رحت للبنكة، رحت للبنكة، فرست للمؤسسة شيك. كي رحت للبنكة، تسمى البنكة على بالها بلي راني جيت لعندها. أنا البروبليم تاعي كي بعت الدراهم للمؤسسة ما قلتلهاش، كي ما قلتلهاش، دونك المؤسسة ما على بالهاش، دونك نسجل عند المؤسسة. شكون على بالو؟ شكون ما على بالوش؟ نسجل عند اللي ما على بالوش. طيب يا شرحتها لكم قبل التحويل، نعاودش. ما تعاودش تكتب كاع العملية، اكتب له هكذا. زبون فاتح، اي وقلنا الزبون كوتاعو 411، والزبون دائما يزيد لك دراهم باسكو حيخلصك المبلغ شحال؟ 20,000. هذه العمليه الدوزيام اللي جانا، راني ندير في الامور. عملية التروازيام، فوائد بنكيه، قلت لكم مقبل غير تسمع كلمه فوائد حطها في المؤسسه، ما تعيني من عييك، غير تسمع فوائد بنكيه حطها في المؤسسه باش تعرف اسكو في الموجب ولا في السالب. اذا قال لك لصالح المؤسسه دراهمك يزيدوا، واذا قال لك لصالح البنك دراهمك ينقصوا. هو قال انها لصالح البنك، تسمى راح ينحي لك فايده، حينقص لك، دونك هذا حساب 66 اعباء ماليه، نزيد لها واحد تاع الفوائد دراهمي ينقصوا، شحال راح ينقص لي؟ 8500. تري بيان، صح. هذو لا مهنا ليكيب، هما اللي حيجوا في القيود، اللي تجي منا ما تجيش في القيد. آخر عملية، شيك للمورد رياض بمبلغ 30,000 لم يقدمه للتحصيل. واش معناتها لم يقدمه للتحصيل؟ معناتها رياض، رياض المؤسسة عطات له، هو مورد بائع، عطات له شاك، قالت له روح جبد دراهمك من البنكة. هو ما راحش للبنكة،
بما انه ما راحش للبوكا تسمى البوكا ما على بالهاش. اذا المورد رياض كي تسمع كلمه لم يسحب بعد، لم يقدم للتحصيل، لم يظهر على الكشف، كاع يجوا في البنك تاكم مقبل منا ديك ما تنساهاش. المورد دائما ينقص لك دراهم، شحال راح ينقص لي؟ راح ينقص لي 30,000، راح ينقص لي 30,000. ودوكا خلاص العمليات نقدر دوكا نروح نفيريفي ونشوف اداني صحيح ولا راني غلط. واش ديروا خوتي؟ دائما المجموع يتبع اشاره الموجب، المجموع يتبع اشاره الموجب. يعني المبلغ اللي تحطوه هنا، المبلغ اللي تحطوه هنا هو جهه الموجب، تجمعوا هذا الزوج تحطوه هنا. المبلغ اللي تحطوه هنا هو جهه الموجب، راهو وحده يهبط ديريكت. تسمى هنا ما عندك ما تحسب، حط 520,000 ديريكت، دائما المجموع جهه الموجب. خلاص المجموع جهه الموجب هذه زائد هذه 500,000. حنوصيكم وصيه، دائما المجموع ماشي لازم يطيحوا كيف كيف، وجا اللي حيجوا كيف كيف. شكون هو الصح؟ هو هذا الزوج. اسكو راح يجوا كيف كيف ولا لا؟ لا احكم اله حاسبه، دير هذه 500,000 نقص هذا الزوج 500,000 ناقص هذه ناقص هذه، 500,000 ناقص هذه ناقص هذه حتصيبوها 490,000. دوك لازم هنا نلقاو 490,000 ولا رانا غالطين؟ دير 520,000 ناقص 30,000 راح تصيب 490,000. اذا رانا صحاح ودرنا التقارب البنكي، ما كانوش كيف كيف، رجعناهم كيف كيف. برافو. كي تكمل روح سجل المحاسبي فقط لدى المؤسسه، غير واش كاين هنا خوتي بداك يروحوا تشوفوا دقيقه ارواح دراهمنا، راهم يزيدوا وراهم ينقصوا. شحال زادوا من مره؟ زادوا مره واحده، هذا ما يتحسش في القيده، زادوا مره واحده عن طريق الزبون، معناتها هذه ما كاش فوائد لصالح المؤسسه ما عنديش. ها في الموجب كاين وحده برك 401، شحال زاد دراهم؟ زاد لي 20,000 ومنها 20,000. خلاص هذا ما كان دراهم ينقصوا، نقصوا زوج مرات، ما طحنش مورد كاع. تقول لي هذا المورد، لا لا هذا راه في البنك ما نسجلوهش، اذا طاح منا مورد نسجلوه. ها مورد ما طاحليش، واش طاحت لي؟ طاحت لي خدمات مصرفيه وما شابهها، اللي هي مصاريف مسك الحساب هاي ليك 1500، وطاحت لي فوائد بنكيه لصالح البنك اللي هي 66,1 نقولها اعباء الفوائد، اعباء الفوائد ولا اعباء ماليه في زوج صحاح 8500، كي نجمعوهم في زوج 10,000. هادو هما القيود خوتي، دائما تسجل دراهمك كيزيدوا وتسجل دراهمك كينقصوا، 512 مره الفوق ومره لتحت. 81 ما يكفيش، غادي نزيدو مثال واحد اخر. يلا يلا نزيدو مثال واحد اخر، دقيقه نشوف. بسم الله بسم الله يا ربي، نشوف بلاصتي يا خوتي ونبداو. هاوليك باك واحد اخر، هذا باك 2020 خوتي، يا ها باكالوريا 2020. خلاص هذه المره ما عطاكش ميزان المراجعه، كي ما عطاكش ميزان المراجعه رصيد المدينه يعطيه لك واجد. نبداو البنوك حسابات جاريه في 31/12/2019 كان رصيد حساب البنك لدى المؤسسه مدين، يعني يهضر على جهه المؤسسه الرصيد المدين 340,000، ايه نحطوها في جهه المؤسسه. بينما كان كشف البنك المرسل يظهر رصيد دائن 395,000، هذا يجي اغوش. وتبين سبب الاختلاف، ها ماهوش كيف كيف 340 395. سبب الاختلاف يعود الى ما يلي: وحده زوج ثلاثه كاين اربع نقاط. الاولى تحويل مباشر، غير تسمع كلمه تحويل من الاخر جي في المؤسسه. خدمات مصرفيه في المؤسسه، شيك للمورد يوسف لم يقدمه للتحصيل، كي تسمع كلمه لم يقدمه للتحصيل، لم يسحب بعد، لم يدع على الكشف يجو في البنك. فوائد بنكيه دائما جي في المؤسسه، قال لك هذه المره لصالح المؤسسه، تسمى دراهمنا حيزيدوا. هاي ليكيب، ها يعني درت لك مثال واحد اخر، هاي نحلوا مثال واحد اخر. دير كابتور عاود كتاب ولا حاجه، يا ربي الصوت ما يكونش يتقطع. بسم الله، الرصيد المدين قال لي 340,000، والرصيد الدائن قال لي 395,000، شكرا. ومن بعد اول وحده تحويل مباشر، تحويل مباشر، غير تسمع كلمه تحويل جي في المؤسسه. مين الزبون؟ واسمه ياسين، صح. والزبون دائما الكود تاعو 411 يزيد لك دراهم، تسمى في القيد حيجيك هنا زبون اوفيسيال. شحال زاد لك دراهم؟
زاد لك دراهم ب 30,000 ها وتحطها في القيد ب 30,000 وقلت لك في الموجب كاين زوج برك يا اما الزبون يا اما فوائد بنكيه لصالح المؤسسه مقبل ما طاحت الناش لصالح المؤسسه خدمات مصرفيه دائما تجي في المؤسسه هذه خدمات مصرفيه هي نفسها مصاريف مسك الحساب 627 تنقص لك دراهم بشحال 2400 ولا غير جايح تقارب بنكي شيك للمورد يوسف لم يقدمه للتحصيل كما قدموش للتحصيل تسمى جي في البنك احفظها يا اخو لم يقدم تحصيل جي في البنك تحوش تفهم مورد معناتها مازال ما راحش للبنك مورد يوسف نقص لك دراهم المورد شحال راح ينقص لك 20,000 نقص لك 20,000 اخر عمليه فوائد بنكيه يا جي في المؤسسه فوائد بنكيه بصح هذه المره قال لك لصالح المؤسسه 76.8 76.8 دراهم كيزيدوا شحال راح يزيد لك 7400 كالعاده والعوايد جهه الموجب هي المجموع يلا هذا زيد هذا 370,000 377,400 هذا راه وحداني غريب يهبط 395,000 دوكا ليكيب يا ربي نكونوا صحاح اي دير هذه ناقص هذه نحي لها 400 نحي لها 2000 تخرج 375,000 395 ناقص 20,000 تخرج 375,000 وبالتالي التقارب البنكي راه مصحاح اسكو طاحوا كيف كيف هيا سجلوا قيود في الموجب كاين زوج كاين وحده زوج الاولى ماركيناها 411 الدوزيام 76.8 اصلا قلت لكم يجوا غير زوج مستحيل يجوا فوق هذا واسمها منتوجات ماليه هذه منتوجات ماليه بشحال ب 7400 اجمعهم 37,400 جمع هاد الزوج حطها عندهم دراهم ينقصوا مره واحده عن طريق خدمات مصرفيه 627 نقصوا مره واحده لو كان نقصوا زوج مرات لو كان تجي وحده اخرى معاها هنا هذا هو التقارب البنكي دوكا نخلي لكم تمرين تحلوا وحدكم وديروا لي في التعليق شحال لقيتو خوتي نخلي لكم تمرين تحلوا وحدكم هاوليك ديك حلوا هاد التمرين وحدكم يلا هاوليك هذا ثانيا بنوك حسابات حلوا هاد التمرين وحدكم وكومونتيو لي نمشي اي والله نمشي هاوليك خوتي رصيد دائنا 2500 بينما رصيد مدينا 215 اي دائنا جي ا غوش مدينا جي ا دروات بالا كاين العمليه هذه برك هي ناقصه الشيك للمورد عالي بمبلغ 20,000 الشيك للمورد عالي بمبلغ 20,000 لم يسحب بعد ماهيش مكتوبه برك انساها السيد لم يسحب بعد دير بوز وحلها وحدك ونشوفوا اذا جيبها صحيح ولا لا لا دوك نكمل نحلها انا بصح انت دير بوز وحلها وحدك يلا خلاص وعد برافو دوك نكمل نحلها انا وحدي مش هكذا خوتي كامل تنجحوا بصح ما نهدرش تسمى راه نحلها وحدي ونشوفوا اذا راح تجيبوها صحيح ولا لا راهي بيان نمحوا هذه المبالغ رابيد هذه العمليه تمتم ان شاء الله يا ربي تكون فهمتوا التقارب البنكي ماهوش صعيب سهل جدا انا شوت كوبات الفيديو وعاودتها على جالكم نورمالمون تفرحونا خوتنا وعد مني اختبارات باذن الله هذا الفيديو يبقى صالح مدى الحياه وشحال نهضر دوكا مدى الحياه ما باقي الجاي باقي لي موراه حنحط لكم دو فيديو واسمهم مراجعه الاختبار فصل الاول الموضوع الاول الموضوع الثاني دائما تريفيزيو منهم نحط لكم هذا الاسبوع قبل الاختبارات ولي باك الجاي ولي باك لولو الجاي تلقاو بلاي ليست ادخل قلب على الموضوع الاول بون نحل وحدي خوتي يا ديروا بوز حلو وحدكم كوبيش الجايح روح 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 لوحدك معليش على بالي كملت خلاص شفت اذا جبتها صحيح الاولى ها هذه مصاريف مسك الحساب نكتب ديريك بلي كود خوتي 627 تجي من هنا هذه كود تاعها 768 627 شحال 5000 ولي موراها تحويل زبون زبون جمال قال لك تحويل تجي من هنا زبون 411 35,000 ومورد قال لك لم يرسل لي التحصيل مورد عالي نقص لي دراهم مورد ب 20,000 هيا نروح نشوف اذا انا صحيح
هذه زائد هذه 235000 270000 270000 نقص لها 5000 265000 هذا يهبط 285000 هذو لي باك خوتي هذه ناقص هذه 265000 اذا راني صحيح القيود دراهمي راهم يزيدوا زوج مرات على جال زابون على جال هذا نحطوا زابون 35000 والاخرى 20000 نجمعهم 55000 دراهمي نقصوا مره واحده على جال خدمات مصرفيه 627 شحال نقصوا 5000 هذو هما لي باك تاع القارب البنكي ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس خوتي انتهت لا فيديو تاع اليوم شوف شحال راهي دقيقه ما شاء الله ماشي حاجه ما شاء الله خوتي تهلاو في رواحتكم يلا سلام بارطاجي ماكسيموم ابوني انستغرام انا قريب صون كامل دير جيم كومونتير ما تنساش المهم تقارب بنكي باي باي سو هاديكم راه ندير هكذا وطاقي لي عندك ستوري باسكو ماكوش تهلاو كاع على بالك ايا سلام